وانت عندك معلومة؟ والله لا، انا عندي احساس كده، احساس احساس وداخل فيها شوية منطق ان الدوري صعب يكمل. طب ليه؟ عشان ملاعب مثلا؟ لا، عشان كل حاجة يعني. عندي طبعا ما وصلتش لمعلومه، عشان ما عنديش اي معلومه، ماشي، بس لكن يعني هو تحليلك احساس يعني. وتحليلي بيقول ان الدوري بنسبه 90% هيتلغي. ليه بقى؟ اديني اسبابك برضه منطقيه. ومش عارف ليه حاسس ان الناس المسؤولين عن الكوره ممكن يكونوا يعني خدوا قرار فعلي. ده احساس برضو انه خدوا قرار خلاص ان بس الدوري مش دلوقتي يعني، ممكن يلغوه مثلا في النص اربعه مثلا. بس هو دلوقتي قالوا ان الملاعب اللي هتستضيف مباراه الدوري هي مش هي نفس الملاعب اللي هتستضيف البطوله، وده هيحصل شيفت بعد كده ان انت ده اللي بعد يقول كده توضح. النهارده، ممكن انه كمان شهرين يقول عكس الكلام ده عادي. ايه اللي هيحصل؟ الانديه هتغضب يعني. مين اللي هيغضب؟ الزمالك بعد ما كل قرب الانديه يوصل. بتنافس على الهبوط يا كريم. لا، انا بتكلم على اللي كل فوق. الانديه بتنافس على الهبوط، خلاص كلها اللي تحت هيفرح ده لو اجازه. الدنيا اتلغت خلاص احنا تمام كلنا قاعدين، لكن الزمالك والاهلي، الاهلي دعم ب 200 مليون جنيه في يناير عشان ياخد الدوري. جيت ايوه على طبعا. شهر 4 لقيته انت وهو والزمالك مقربين من بعض وخلاص، والفروقات يعني بسيطه. الاثنين هيتضايقوا عادي، وبيراميدز يتضايق قرار كمان، سيادي. فالناس لا، بيراميدز ليه يتضايق؟ عشان برضو بيراميدز اكيد عنده امل يعني، اكيد بيدعم كل ده. انت قصدك بيراميدز يتضايق عشان عنده امل ياخد دوري، ولا عشان الفلوس اللي صرفها؟ الاثنين. لا، الفلوس عادي يعني، الفلوس يعني ما تزعلش اعتقد. لكن بس المنافسة مليار يعني، ونص كتير المنافسة برضو على يمكن انك الوحيد اللي قريب من الدوري دلوقتي ممكن يكون الزمالك. فلو الدوري اتلغى يمكن اكتر فرقة تزعل الزمالك، بس كده. غير كده ما يعني مين اللي هيزعل تاني؟ انت كنت موجود ساعة ما الدوري اتلغى وكان مع مستر فير؟ اتلغى. كنت موجود. بص، انا ما بتمناش الدوري اتلغى. انا عارف طبعا انك طبعا بتمناش نفسي ده اكل الدوري، عيش اكل عيشنا يعني، والبيوت مفتوحة ونفسي الدوري يكمل. اكيد. بس انا بس بسألك انا بقول لك عشان انت مش اول حد في تحليلي الدوري بيقول يقول كده لي كده يعني. في يعني، ناس عندها خوف. التحليل واللي الواحد شايفه بيقول ان الدوري يعني ممكن يتلغي، بس القرار ممكن يتاخد مثلا في نص اربعه، وليه اسباب من وجهه نظري. ان اللعيبه تكون خدت جزء كبير من فلوسها. ان اللعيبه اللي المحليه اللي هتروح المنتخب تكون جهزت بشكل كويس ماتشات الدوري، لان ما ينفعش يتلغي دلوقتي واللعيبه ما تاخدش فلوسها، هي في مشكله. ان اللعيبه اللي هتروح المنتخب لما تقعد دلوقتي، طب هتستعد ازاي في فتره طويله 4 شهور؟ فممكن لو في صعوبات في الدوري يبقى ممكن يكونوا خدوا قرار داخلين ان الدوري يتلغي في شهر 4، يكون اللعيبه خدت جزء كبير من فلوسها، واللعيبه جهزت وكل يكون حاجه اللعيبه تمام. جهزت، بس برضه يحصل حاله يكون من الغضب. الغضب ما عملوش من دلوقتي، يقعد 4 شهور في غضب ومشاكل لا قبل البطوله وخلاص، ده قرار خلاص الدنيا ما مش هينفع خلاص يا جماعه.